انتقل عند جوزيفين الصحفية والناقدة السينمائية، ولكن بنفس الوقت صار فينا نقول الكاتبة، كاتبة السيناريوهات. أجل أجل، ما هذا؟ عم نسمع كتير قصص، يعني عنا أول سيناريو وتاني سيناريو. السيناريو الأول خلص ومعقول يكون مشروع لفيلم. في جورج كلوني وفي اسماء وما عم بعرف شو عم بيصير، شو القصة؟ يا شو حلو، في الخير. ليش لا؟ انه صهرنا جورج كلوني وهيك صار خلص من العيلة هلا. من العيلة صار. شو قصة هالسيناريو الأول؟ بدنا نحكي على السيناريو الثاني كمان. انه يلا ان شاء الله يمشي الأول. أكيد خلص. أنا بتعرفي لي 20 سنة بعمل نقد سينما وأنا كاتبة وبمجال السينما. ف بأي موضوع اخترتي تدخلي بأول سيناريو؟ أول سيناريو هو كوميدي. نعم. هو ترو ستوري، قصة خيي. نعم. يعني قصة حقيقية صايرة كتير مهضومة، فيها كتير انسايتات لبنانية. لايت كوميدي، مش رح كتير احكي عنها هلأ. نعم. بس بتمس كل الشباب اللبناني، فيها كتير من الوضع اللبناني. الوضع اللبناني اللي ما بيتغير فيه شيء، وبس برغم من هيك منكمل ومنضحك على وضعنا ومنستمر. جورج كلوني. جورج، خليني اقول لك على جورج كلوني ليه؟ لانه ترو ستوري يعني، وانا كنت معروفه قد ايه كل الوسط الصحفي بيعرف قد ايه انا بحب جورج كلوني. فلهيك داخل جورج كلوني، وكان في عنا بتعرفي بما انه مزوج من لبنانيه وفي قربه مع ناس بنعرفهم، فكان في نوع من محاولة اتصال. نعم. إن شاء الله خير، ليش لا؟ يعني إن شاء الله من هون بقول لك في الخير مثل ما إن شاء الله خير، ليش لا؟ يكون وجهنا خير عليكم ونجيب أمل معه كمان. خليه هونيك، بدنا كلوني هلا.